انطلق. السلام عليكم ورحمة الله طلابي أحبتي والمتابعين جميعا، أهلا وسهلا فيكم بدردشة خميس، هذا البرنامج المستحدث الجديد اللي عجبني أنا شخصيا بصراحة، يعني ما بعرفش إذا أنتم عجبكم ولا لا. إيش غيرك عجبك؟ أنا بصراحة عجبني دائما كل مرة كان زيتويك إحنا في كل مرة ضيوفنا غير شكل، يعني إحنا دائما بنحب نجيب الضيوف اللي يعني بيعطوا نكهة جميلة على البث، تمام؟ معنا اليوم ان شاء الله تعالى في الركن الايمن الملاكم العربي القدير الاستاذ سلام العامر. ايوه. وفي الركن الايسر لاعب التايكوندو والمارشال ارتس اللي هو علاء ترند المهندس علاء، اهلا وسهلا فيكم جميعا احبتي. طبعا في البدايه قبل ما افوت على موضوع الاسئله الناريه الحارقه الخارقه، طرح علي موضوع تصنيفات العاشر، يعني انا اكثر من طلابي حكوا لي استاذ كيف اسس الاختيار، على اي اساس نختار. طبعا راح نتكلم بس خمس دقائق عن موضوع كيف انا كطالب عاشر بدي اختار التصنيف اللي بناسبني وكيف الاسس للاختيار. في البدايه انا معلوماتي الشخصيه، هم بيحتسبوا لكم 30% من علامه الصف الثامن و30% من علامه الصف التاسع، ومن الصف العاشر بيحتسبوا 40%، وبالنهايه انت بدك تروح تصنيف، اما ان يكون تصنيف فروع اكاديميه، يعني اما ان تروح علمي او ادبي تدرس طعمي، او اللي هي فروع المهنيه، والمهنيه هي مواضيع يعني واسعه جدا. تفضل استاذ سلام، بامكانك انك تحكي عن موضوع انا كطالب صف عاشر على اي اساس بدي اختار، هل الحق صاحبي، هل الحق صاحبتي لاني انا بحب اني ادرس معاها، ولا اختار فيها وجهه نظرها؟ تفضل كل واحد يحكي. المايك معك تماما. هلا يعطيكم الف عافيه واهلا وسهلا فيكم الجميع. طبعا دائما بنحب نطلع عليكم بكل الاماكن، سواء كان ببثوث تعليميه او ببثوث نحكي فيها ندردش مع بعض. بالنسبه للصف العاشر، يعني اول شغله واهم شغله انه انا كطالب شو ميولي؟ هل ميولي حفظ؟ هل ميولي مثلا انه انا بحب انه افهم كثير؟ اذا انا ممتاز بالرياضيات والفيزياء والكيمياء، بفضل انا كطالب اني مباشره اروح للعلمي. اذا انا كطالب شايف نفسي بالحفظ انه انا بحفظ كثير واموري تمام وخلص الرياضيات هي سبب نكستي بالحياه، لا انا بروح لادبي. لكن بدي اراعي موضوع انا كطالب اليوم لما اروح علمي او ادبي، مع الحياه اللي أنا رايح له، في مهنة بالحياة بتناسب اللي أنا رايح له. أحكي لكم موضوع بسيط، كل فروع الأدب تقريبا، يعني 90% من فروع الأدب أشبعت، حتى الوزارة بآخر فترة صارت تحكي أنه هذا الفرع ما بدنا إياه مثلا لخمس سنين لقدام، ما بدنا فيه طلاب، هذا الفرع ما بدنا إياه لسنتين. فالفكرة بالأدب أنه الأفرع محصورة، بالإضافة أنه أشبعت. فلهيك أنا كطالب أفضل أنه أجابر على حالي مقابل أني أروح علمي. السبب، العلمي مجاله أوسع، اختصاصاته أكثر، ممكن أني أروح لأي فرع من هالفروع هاي وأنجح فيها بالحياة، مع مراعاة أنه حياتنا اليوم أنا دائما بدقق عليها، السوشيال ميديا غزت السوق. يعني أنا كطالب أحيانا يعني ممكن أني أعمل أشياء بسيطة أنه مباشرة ما صفت الشهادة الشيء الأساسي بحياتنا هاي، حتى ممكن يعني من هون لعشر سنوات إشي اسمه فروع تعليمية تصير شيء ثانوي بالنسبة للسوشيال ميديا وهالمجالات هاي. فأنا دائما الجرافيك ديزاين، الفروع السوشيال ميديا، بكل شيء بهتم فيها أنا، يعني يمكن بيوم من الأيام إني ألجأ لهالاختصاصات هاي لأنها صارت سبيل الحياة. بالضبط. يعني أنت أستاذ السلام، أنا آسف على المقاطعة، أنت رسالتك بتوصلها للطلاب إنه يبعد عن الأدب قدر الاستطاعة ويروح على مجال التكنولوجيا، يعني أي دراسة فيها تكنولوجيا فيها تطور، لأنه إحنا في زمن التكنولوجيا أكيد. وهي المتطلبات او هاي التخصصات هي اكثر التخصصات اللي ممكن انها يعني تلمس الشغل في المستقبل. يعني اولا واخيرا انا بهمني شغله، نحن طالعين بكره لسوق عمل كبير، اختيارك يكون بناء على سوق العمل. شو نحن فكر انه من هون لعشر سنين جايه، انه انا شو بدي بالضبط، شو بدي يعني هالسوق هذا شو بده لحتى انا امشي. لانه كثير مننا بننصدم انه والله يا استاذ انا بدي طب، هيك ربونا من صغرنا انه والله انا بدي طب، انا بدي طب، انا بدي طب. انا واحد من الناس اللي كان عندي لما كنت بالتوجيهي كان يسمح لي اني افوت طب اسنان، لكن انا واحد من الناس اللي بخاف من الدم، بخاف من الاشياء اللي ما بحبها، هيك ما اخترت طب ابدا. جيت لفرع ثاني، طيب ليش؟ لانه شفت حالي ممكن انجح بهالفرع اكثر من اي فرع ثاني. فدايما انا بدي اعرف وين رغبتي. مناسب لي رغبتي. نعم. نعم صحيح، مش كلام الناس ولا انه كلام أبداً. المنطقه يعني اللي انت حواليك، ولا انه والله تروح طب افضل، والله هذا احسن. فكره العيله لما يكون عندنا عيله ويجوا يحكوا لي انت لازم انك تكون طب، انا ضد هالفكره. عادي انا لما يكون عندي ابناء بدي اراعي وضع كل ابن، يعني انا نفسي اشوف شو ميول ابني.
ابني ممكن يكون عنده فكرة بسيطة، هالفكرة البسيطة هاي تفتح له سبل الحياة كلها. لكن إذا أنا أجبرته على شيء ولا بدك تدرس وبدي أضغط عليه وبدي وبدي وبدي، طيب طلع الطب وبعدين ممكن إني أفشل طب، خاصة إنه اليوم يعني ما بعرف شو شو كطب يعني مثلا، هل أنا لما أتخرج طب ومع العلم إنه طب أنا مثلا يعني 5 سنوات من بعد هسه، طيب رحنا لا كمان لتخصص، رحنا رحنا رحنا، ما بيخلص طالب الطب إلا عمره 30 سنة. صحيح. طيب شو ظل من الحياة؟ نعم نعم. ما ظل شيء من الحياة. صحيح. فلهيك أنا صرت أدور على أشياء بدي أعيش منها، تم. فهي السوق كبيرة، فأنا بدي أشوف شو أنا ميولي بالإضافة أهل. مع التركيز على فكرة أساسية، نحن اليوم خلينا نحكي أنا شاطر فيزياء كيمياء رياضيات، أنا بنصح وبقوة على مباشرة على العلمي، ميولي نعم. دائما باتجاه العلمي لأنه مجال مفتوح وما شاء الله. نعم أشكرك أستاذ سلام، الله يعطيك العافية أستاذي. نحسب له 1-0 ولا نشوف ولا نشوف الرد من هون؟ رومونتادا السجاج، نشوف الرومونتادا يا سيدي. يلا طبعا طبعا المهندس علاء انت ما بتعرفهوش اصلا، هو ساكت على غش يعني هسه قبل شوي طاقع منسف من شايف الفضاء ومخزن باور عالي. المايك معك سيدي، واعطيهم نصيحه سريعه جدا يعني. انا يا جماعه بدناش نطول في الموضوع عشان هسه ندخل على الاسئله الحريقه، الاسئله البعيدة عن الدراسه والامور هاي، بس انا راح اكون شوي عملي في الموضوع. نعم. كدور تخصص في شغل وفي رزق وفي امور متاحه فيش، فعشان هيك انا بحكي جمله كبيره مهمه، الشهاده زي السلاح. صحيح. ممكن تستخدمه ممكن لا، بس لازم تضل حامله. بالضبط. في شيء ما بيمشي من غير السلاح، ما بتقدر تحكي ما بدي شهاده. صحيح. 100%. نفس الوقت انا ما بحب او ما بشوف فكره انه انا بحب مواد الحفظ ادخل ادبي او مواد فهم، بشوف انه الطالب بيقدر بسنة التوجيه يقلب كيانه. بالضبط. يعني ممكن الطالب مرات استاذ سلام انت بتعرف يكون مش مهتم كثير في العاشر اول ثانوي في التوجيه، يحط عقله براسه. أصلاً. والله وجيب له مش كيمياء، وجيب له مواد كثير يقدر. واذا حط براسه انا بشوف الاجتهاد اكثر من الذكاء. انا في طلاب كثير درستهم في سنوات سابقه والله لغايه الاول ثانوي كان يحط راسه وينام. لكن صحي مره واحده في التوجيه وفعلا انه نجح وابدع. عرفت كيف؟ لكن هذه النقطه انا ما بحبذها نهائيا، لانه حيكون في عليك حمل مضاعف في التوجيه. التعليم هو عباره عن عمليه تراكميه، صح ولا لا الكلام؟ بالتالي اذا انت ما شلتش التراكم بالتدريج حيصير في عليك حمل زياده عن اللزوم وفوق طاقتك. استاذ بس هي للتاكيد فكره استاذ سلام انه منيح انت تكون لو تكون مهتم في التاسع عاشر اول ثانوي مثلا في الفيزياء انت سهلت حالك كثير في العلم. أكيد. أكيد. هي هاي هي أكيد. هي هاي الفكره. صح. بس برضه بنفس الوقت انا بشوف انه انا بمشي عكسي زي ما حكينا. اول شيء انا معي شهاده هذا المهم، بعديها ايش التخصص انا بدي اياه، من اين التخصص بدي اياه. مثلا طالب بدي يدرس هندسي، يعني انا بحكيك عن تجربتي انا الشخصيه، ليش تدخل علم كثير صعب وبتقدر تدخل من خلال صناعي؟ بالضبط. 100%. ليش تبهد يعني العب بذكاء، بدك محاماه صراحه كثير. اقنعتني كثير. اقنعتني في هسه الناس كثير بيحكوا لي بدي محاماه، انا قلت مان الناس بتحب المحاماه، يقولوا لي والله هي الوحيد الشغال يا عمي في طلاق، الناس بتضلوا يضربوا بعض طلاق الناس بتضلوا يضربوا بعض يطخوا بعض يسبوا بعض، محاكم شغاله. لا لا بيستاهل واحد واحد صار. عشان هيك انا بشوف انه انت دور انك لازم تكون معك شهاده، ادرس الاشي بتحبه والعب بالذكاء. اذا بدك مثلا محاماه مش تدخل العلمي، ادخل ادب، ما هي بتدخلك محاماه. بينما التخصصات المحصوره واحد بده طب غصب عنك تدخل علمي لان الادب ما بتحكي. فانا هاي يعني بمشي انا عكسي. عرفت كيف؟ بالزبط. انا بلامس يعني من خلال كثير مراسلات مع الطلاب بلامس انه دائما يعني الطالب في عنده فكره اساسيه، خاصة الصبايا ما شاء الله، انه شو بتسأل اي وحده شو اللي انت حابيته بتقول طب مباشرة. لازم اني اصفن بيني وبين حالي افكر انه انا راح ابدع بالطب، انا قادر اني مثلا اني بالفعل يعني يعني سوق العمل اجاري سوق العمل، هذا الشيء مهم جدا. ولا مقاطع استاذ عشان هي المعلومه مهمه جدا، في جمله كثير بحكي انا بحب الطب، انا بحكي انت كيف تحب مارسته شفته، انا بدي اعرف كيف اشافين مش عارفين شو حياه الطبيب. كلمه الطب سهله، الطبيب مش سهل نهائيا. لكن لما اقول يعني واحده من الامور اللي صارت معنا، هل انا كانسان بكره اذا استدعاني واحد الساعه 2 بالليل انا قادر اني اوصله للساعه 2 بالليل انه اروح لعنده على البيت او صح. مثلا يجي لعندي على العياده، هذا الشيء مهلك على فكره. لكن انه مثلا كلمه الطب يعني دائما اللي بحب ابينها انه انا سهله كمضمون انه بس انه ككلمه، لكن كمضمون صعبه جدا، صعبه تمام. يعني ما بتتخيلوا مثلا انه امراضنا كثرت، نحن بعالم اخر زمان امراضنا كثرت. الامراض هاي يعني مثلا السنه الماضيه كان عندنا كورونا، لو انا كطبيب وكنت بزمن كورونا هل انا قادر اني مثلا البي حاجات الناس؟ هل انا لا سمح الله اذا شفت في قدامي حاله يعني حاله ممكن تكون وفاه بقدر اني اصبر وانه بالفعل يعني انه اتحمل الوضع؟ صعب جدا الوضع بيكون. اشكركم جميعا. طبعا انا بدي اضيف اضافه سريعه جدا بالنسبه لموضوع التفريعات تصنيف صف عاشر، قبل ما تسال صاحبك واهلك وكل ناسك
فكر فكر بحالك ايش اللي انت المهنه اللي حابب انك تشتغل فيها في المستقبل قبل ما تسال اي واحد. يعني انت الان الانسان بدون اهداف فهو انسان خيال ظل شفاف، يعني ما في له بالمره مستقبله مظلم. تمام، عشان انا بدي اشوف، اسف على المقاطعه، انا بدي افكر في حالي قبل ما اختار تصنيفي. انا مش والله عبد الله راح صار دكتور، والله عبد الله انا مش احسن من اصير زي الدكتور. طب انا ما بحبش الطب مثلا، واحد مهندس والله اسم مهندس حلو، انا جنب اسمي حرف الميم مهندس، لا هاي الشغلات سيبونا منها. احنا بنتكلم انا كرغبتي لقدام، بس اخلص من دراستي في سوق العمل وين شايف حالي، هذا هو الجواب النهائي. طبعا جماعتي واحد واحد وانا صفر، احنا بلشنا في الحلو الصغير لانه ما دخلناش على الاسئله الكبيره. بس النقطه الاخيره انه بحكي لك الطالب صغير. لازم قديش عشان اجيب علمي ولازم ادبي وهي الامور مختصر الكلام. انت لما يجي التصنيف تحط علمي غالبا بيطلع لك علمي، تحط ادبي بيطلع لك ادبي، ما تعقد حالك في الموضوع، مش لازم معدلات معينه. هي هاي بس هي النقطه الفكريه، يعني بعمره ما واحد ما تقدر علمي ولا علمي. طيب بلش هسه في الحرب الان. أيوة. طبعا احنا شفتوا شو اعطيناهم، يعني صار لهم 3 ساعات بيحكوا، اعطيتهم حبه حلو صغير لانه لسه ما دخلناش على الاسئله. في اسئله، في اسئله بدها حبات كبيره، في اسئله بدها سنيكرز بس مش هسه، في عصير كمان يا جماعه، عصير سر شارب. ما انت وانت خليت شيء لك شيت عكاس، انت مقدم ما بشرب. يلا اطلع شو عندك. بسم الله وعلى بركه الله، الله يحرق والدك. نبدا في موضوع الاسئله يا جماعة. دفت الدردش الخميس الماضي حضرت أسئلة، قالوا من وين جبتها وأنا صايم، يعني كنت فصلان هسا أنا مفطر أموري طيبة وبقيت إيش منغم على الأسئلة. والله اسبوع هو بيحضرنا، والله ما جاهزين سيدي. أنا أشوفه أي سؤال. طبعا الفقرة الأولى هي عبارة عن سؤال بسؤال، يعني راح أسأل لك سؤال تجاوب لكن بالمختصر المفيد والسريع، يعني ما تحاولش تضيع لأنه في فقرات أحلى. في بدائل ولا ما فيش بدائل؟ أبدا فيش بدائل. أنت بدك تجاوب على سؤال وأنت بدك تجاوب على سؤال. Are you ready؟ يلا. ready. يلا. أستاذ سلام. أيوة. أهم ثلاثة أشياء في حياتك وبالمختصر المفيد. ثلاث أشياء لا رابع لهما. أهم ثلاث. طبعا في أهميات بالحياة. بدي أهم ثلاث أشياء في حياتك. Number one. أيوة. الرياضة. لا يا سلام. يعني انت بتمارس الرياضة ولا بتحضرها؟ لا يعني هي. بتحب تلعب رياضة. لا اهميه، اهميه الرياضه في حياتك رقم واحد. احصاءات واحصاءات تحليله شكلنا راح نروح نجي مع بعض كثير. طيب يعني رقم اثنين. رقم اثنين اهم الاشياء كمان. احنا بين ثلاث اشياء حكيت، واحد رياضه، اثنين شو من اهم اشيائي انا في حياتك؟ شو من اهم العيله. العيله شوف ما تغشش يا اخي، هذا صار شيء العيله. هي ما فينا نقول عنها، يعني هي هاي في شيء اسمه اهميه وفي شيء اسمه فوق الاهميه اولويه. تمام. يعني هاي العيله شيء اساسي. لا ما بتصدقوا، اهميه بالنسبه لي التواصل مع كل اللي محيط اللي معي. حلو. التواصل معي يعني انت شخص اجتماعي ولست انعزالي او انطوائي؟ نوعا ما بظلني ساكت، لكن انه كشيء اساسي دائما بحب انه يعني يكون كل اللي حوالي راضي، يعني هيك انه تعامل مع ابوي واخذ. رقم ثلاث. رقم ثلاث صعب السؤال. بحير 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 طلابك. يا اخي اسكت شوي يا عم، خليك يعني استنى شوي. انا مثلا لما اقول، مثلا لما اقول انه مثلا اتواصل مع المحيط، انا دائما بالفعل يعني من اللي بتواصل معهم 90% طلاب 90%، فلهيك دائما باخذ وبعطي معهم على اساس انه هم مني وانا منهم، يعني هاي فكره اساسيه. نعم. الشغلة الثالثة، يعني خلينا نقول أهميتنا الأساسية 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 هي إنه نرضي رب العالمين. حلو. هذه لازم تكون رقم واحد بالنسبة لك. هي الأساسية الأساسية الأساسية. نعم. يعني هي هاي اللي عايشين نحن لأجلها. إذا عرفنا الثلاث أهميات وأنا نسيت شو حكى بالضبط. لا هذا السؤال مش لك. السؤال الموجه إلى الملاكم لاعب التايكواندو ولاعب الفنون القتالية المهندس علي الشمالي علي ترند. يلا. أكثر مادة كنت تحبها بالمدرسة ويا ريت الجواب بيكون صريح وبدون لف ودوران. أكثر مادة بحبها حسب الأستاذ كنت أحب. لا يعني ما بدي أستاذ. والله كنت أحب حسب الأستاذ، مثلا يعني. في السابع جاني أستاذ رياضيات كثير سيء، كنت صرت أكره الرياضيات. حلو كثير. في والله ضرب عليك. ضرب عليك عطول. في التاسع مثلا يجيني أستاذ كثير منيح رياضيات، يعني أصير أحب رياضيات. يعني المعلم هو اللي بحبب الطالب في المادة برغم طبعا والله تفرق فصل عن فصل. كانت تفرق المادة. أنت كنت تميل لمادة معينة خلص. إيش هي هاي؟ أنا مواد مادة التاريخ بحب التاريخ. تحب التاريخ عشان هيك طلعت مهندس. رائع جدا، تناقض رهيب. يعني لازم زي دراسة أجار راح سياحة وسفر، يعني غريب والله.
بدنا نحسن سيف وخنجر. طيب بحب التاريخ. نروح للسؤال الثاني. الناس الاصعب من هيك اسوأ. لسه احنا حبيبي باول الطريق يعني انا قاعد بدفي فيك عشان ما نقومش تترك عشان بيحماش اسوأ. بس شغل السنة الصبحيات بيمشي عطول. لا يا حبيبي مش عطول ساعة الحقنا التالي شوي شوي ريقة ريقة. طيب سؤال رقم 2 استاذ سلام وباختصار يا ريت ما نطول. تحدث عن طموحك وخططك القادمة ويا ريت تكون الأمور يعني مش غلط إنك تعطينا شوية أسرار في المستقبل ناوي تسويها. طموحي أنا بالأول والأخير إني أحقق الاستقلال الذاتي. شو معنى الاستقلال الذاتي؟ يعني أنا كإنسان بيوم من الأيام حاب يكون لي شيء خاص فيه بالحياة كمشروع خاص. أطور هالمشروع بإرادتي ما يكون فوقي أي حدا يحكي لي أي كلمة. رائع. يعني استقلالية ذاتية خلينا نحكي. طبعا هاي الاستقلالية الذاتية حابها تكون بمجال السوق الحر. يعني شو معنى السوق تجارة. الحر؟ يعني انت قلت لي يدخل بأسرارك شوي. نعم. بيوم من الأيام انا حاب اني اترك بس رياضيات. بس تعلي لي صوتك شوي عشان الناس تسمعك. حاب اني اترك رياضيات. ايوه. تمام. يعني بيوم من الأيام ان شاء الله يعني من هون لخمس سنين جاية. قرار قوي هذا. يعني هذا قرار قوي. وهسه الجماعه هون هاي بلشت الدموع تنزل وهسه تشوف الوجوه تبعت الحزن. كيف بدك تترك طلابك اللي بيشوفوك يا زلمه كيف فاهم عليك؟ ان شاء الله بيكونوا متخرجين مبدئيا. ان شاء الله يا رب. بس مبدئيا صدقا يعني من هون لخمس سنين جايه خلينا نحكي حط تسريب حصري البرنامج. والله يعني مش حاب اني حصري يعني انا اول مره بسمع فيه بصراحه. اترك اكسكلوسيفلي اروح لمشروع ثاني. اروح لمشروع ثاني. طبعا المشروع الثاني راح يكون تجاره. يعني هاي خلينا نحكي هذا طموح والخطط القادمه انك تتحول من مجال التدريس لمجال التجاره الحره ومستقل بذاتك. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يبارك يعني التجاره. ان شاء الله ربنا انه يعطيك ما تتمناه. ان شاء الله يا رب للجميع. طبعا نحن بنتمنى الخير للجميع. طيب. فلهيك طبعا ليش بدي مثلا ليش الواحد مثلا يعني بده يطلع خارج النطاق شوي. ما بحب الروتين كثير. ما بحب الروتين يعني انه اليوم اشتغل شغله وبكره اشتغل زي الشغله. بحس تحب التنوع. تماما. فالتجاره كل يوم فيها شيء جديد. حلو كثير. فيها مغامرات فيها شيء فالواحد حاب يطلع. اشكرك استاذ سلام على طبعا تجاوزت سؤالين من اصل خمسه اسئله. بس خمسه اسئله هذه الفقره الاولى. السؤال الثاني موجه للمهندس علاء الشمالي علاء ترند. ليش قررت تدخل عالم السوشيال ميديا يا بطل؟ ابلع براحتك. ابلع شوي يا جماعه. انا اصلا من زمان بدي ادخل مجال السوشيال ميديا والله. تمام. بس اول شيء الواحد بيعمل شغل بيشتغل بيستقر فيه بعدين ما جاوبتش على سؤالي. ليش قررت تدخل على عالم السوشيال ميديا في هذا التوقيت بالذات؟ والله الموضوع صار صدفه يعني. كان في منشور اخبار تمام على صفحه منصه اساس فانا مسكت التلفون وبلشت اتصور. بلشت اصور طلع داخل صرت تحكي يلا شباب صفوا اماما عاليا طابور يلا ابصر شو. وقرأت الخبر بطريقة يعني مسخرة شوي. فضرب الفيديو 100,000. حلو. والله الموضوع حلو. حلو رائع. بعدين صرت اشوف الناس بتاخذ وبتعطي. على فكرة أنا بحييك بالسوشيال ميديا. أنت زلمة شجاع. أنا بحييك يعني ما شاء الله. أنا بصراحة مش مخلي منصة اللي مو موجودة عليها ما شاء الله. أنا ما بسترجع من اللي بيعمله هو مستحيل. أنا صحيح شخص طبيعتي أنا صحيح يعني شخص عندي يعني شوية كوميديا وأحس الفكاهة في الحصص لكن ما بزبطش معي أطلع بالمرة زي هيك. اطلاقاً لا وعلى طبيعتي شوف لو فيها تصنع او فيها هيك اهم شيء لما تدخلها ما تتوقع انك تجيب مصاري من هذا صرت همك المصاري يطلع. طيب اشكرك على الاجابه. سؤال رقم 3 الاستاذ سلام العامر. بسم الله. اطرف رساله وصلتك على الواتس او الماسنجر يعني اكثر رساله خلتك ايش تضحك من جوا وتحس انه في شيء يعني أيوة. مش طبيعي. اطرف رساله. اطرف رساله عادي لو تكون هيك رسالة انه بدنا احنا قلنا اطرف يعني فيها ضحك فيها كوميديا فيها اشي مش طبيعي يعني انت قرأتها من هون وضحكت من هون كثير. اقرب شيء كانت بفترة رمضان. بفترة رمضان انا واحد من الناس اللي 9 بالليل بكون نايم. طيب. فاللي كان يصل تقريبا كان يصلني على الساعة 3 او على الساعة 2 صبحا. تمام. و تعرفوا شيء اسمه جسور التعلم؟ جسور التعلم. والله إلا على أكيد أكيد مريتوا عليه. لا دين لها هاي. أيوة تمام. فإنه كانت الرسالة بمضمونها عن جسور التعلم وجسور التعلم يعني إنه السؤال طريف شوي ظلوا يلعب لا حليته. فإنه يعني يلعب معي شلون إنه يستاز وهاي ما بعرف شو هاي حليته هاي ساعة ظلوا يجامل فيه. كان الأسلوب معي طريف جدا. إنه لهاني 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 لهاني. أبي نأخذ إجابة من عندك. لا وصل لجواب.
اوكي انا بحيي فيه انه شلون عنده ذكاء اسلوب عنده ذكاء يعني هذا الطالب الحربايه هذا اللي له مستقبل بصراحه. بدانا بالاسئله القويه الله ايوه السؤال القوي رقم 3 للمهندس علاء على ترند اللي اليوم بده يصير الترند تبعه فوق في العلالي. السؤال كالتالي: في عالم السوشيال ميديا تجد من يشجعك وهناك من يحبطك بالتعليقات السلبية. كيف تكون ردة فعلك وهل يؤثر على أدائك فيما بعد؟ فضل. أقسم بالله ما بأثر علي يعني لو إنه شعرة. والله عارف. والله عارف الجواب عارف. قسما بالله في ناس بتطلع على السوشيال ميديا اللي بيخليها توقف إنها تطلع. مع إن عندها إبداع. بيجي بيقول لك إذا بطلع حظ أنا بدي أسوي حالي مضحكي أنا بطلع كيف التعليقات. سيبك من كلام الناس، اصلا سر نجاحك انك تستمر وما تطلعش على اللي وراك بالمره لانهم هم بتمنوا يكونوا مكانك بس مش قادرين. لا شوف بدك انت برضو تكون يعني فاهم ايش بتقدمه بالزبط. يعني برضو انت بتدرس حالك مرات بيجيك فيدباك يعني منطقي نعم بتاخذ بتحسن حالك نعم. لانه هو اللي بحضرك هو اللي يعني بهمه هو يعني مرايتك بدك ترضيه صحيح صحيح نعم. بس بالاول بالاخر واحد مثلا الناس انا بشرب قهوه هذا اكثر تعليق او بشرب نسكافيه اول ما اشرب نسكافيه او شوكولاته يصير هذول صفر انا اسناني بتلون يا الله شو ببعثوا سنان ولك نظف اسنانك نظف اسنانك يا ترى طلعوا كل شيء وراه اسنانك يا فعادي بقول له اسناني هيك طبيعتهم وما بديش احط فيك نظف اسنانك من ورا منسف تبعك هاي شايفين اسمعوا هاي قدامكم كم شوكولاته اكلت طيب ماشي ماشي حبيبي الان السؤال رقم 4 وصلنا 4 عندك وينا 4 ما هي صفات الانسان الناجح برايك الإنسان الناجح صفات الإنسان الناجح برأيك وباختصار أساس النجاح دائما الالتزام وطبعا أنا واحد من الناس اللي قليل الالتزام للأسف بالعكس يعني أنا والله بشوفك ملتزم جدا يا زلمة إذا أنت مش ملتزم شو أحكي عن حالي أنا يا زلمة اللي بيدخل بتفاصيل شوي بيحس إنه قديش أنا مهمل يعني أحيانا صدقا هي شلون أول وأهم شيء الالتزام يعني إذا أنا استمريت على الشغلة اللي بعملها بشكل مستمر خلاص أموري تمام يعني أنا حققت نص الطريق. ثاني شيء التواضع كل أنا ما توضعت كل ما رب العالمين أحبب الناس بالشخص وكل ما رفع الشخص فهن هذول الشغلتين اللي أنا بحسهم دائما بالإضافة أنه الواحد يطور معلوماته دائما يعني أنا كمدرس رياضيات ما عندي خجل إذا طالب يجي قال لي أستاذ أنت أخطأت بالعكس أنا بيفيدني كثير ليش لأنه أحيانا ممكن أني أسعى عن موضوع محدد بالفعل أني يعني ما أكون منتبه له أحيانا لا. فانه ضروري جدا الواحد انه يتعامل مش بفوقيه او شيء لا يعني تكون تكون الامور بتواضع والواحد يقدر انه دائما يتناسب مع الوضع. شو في سؤال بيحرق هات لنا نشوف تحكيش تسريب ايوه القى يما خلطنا والله غير تشرب دواء لما تزق هات له المي هات. طيب السؤال رقم 4 يا مستر علاء بصراحة أنا صريح ما تخافش هل تحاول تقليد الآخرين أم تبتكر طرقا جديدة؟ ها سؤال نار بصراحة بصراحة بحضرش لحدا فبقدرش قلت حدا لا كيف بتحضرش لحدا؟ ما بحضر لحدا هاي بلشنا نكذب والله بلشنا كيف تحضرش لحدا؟ قبل سنة وسنتين كان معي وقت يعني أيام الجامعة كان معي وقت شوي أحضر صدقا من سنتين الشغل الماخذ كان كل حياتي أنت بتعرف ما كنت أحضر أنا تلفون شخصي ما كان عندي بصراحة يعني بس أنت بصراحة بعد ما دخلت عالم السوشيال ميديا تغيرت عليه كثير لا كيف يعني أنا أول قبل ما أدخل المهندس أنا بحكي زي مع اللايف وبحكي يعني بصراحة كان يعني كان يضحك ويأهل ويسأل فيه يا أخي هسه بطل يجي يقدمني في البثوث في المنصة ديك مرة بترجى فيه يجي يقول والله بفضيلك لا 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 ون في شغلات يعني تفاصيل معينة بس هي جاوبتك صح والله ما بقلدش يعني ما بتقلدش حدا لو بدي أقلد حدا بتعب ما بستمر حسبي الله ونعم الوكيل طيب بالنسبة للفيديو تبع بس صحيح تبع شو اسمه اليانس هذا شو قصته؟ هذا سؤال جديد ولا ايش؟ لا هيك اطلع طيب تمام هلا اسلوب اليانس هو موجود نعم اول شيء لما يكون تتقمص شخصيه امراه ليش بيجي هذا لانه عفوا مش رح تحكي لامك تعالي مثلي معي 100% مش رح تحكي لاختك تعال مثلي معي طب ايش ما نزلش السكتش لا بتعمل سكتش وانت بتسوي الشخصيتين بعدين في شخصيه جديده لازم انت رائع وفعلا شوي من شعرك هيك صراحه ما بعرفش بس بخلي خبيصني انت فنان صراحه يعني عن جد مبدع ان شاء الله تعالى تلفزيون رؤيا ياخذوا السنه الجايه يحطوا بدل برنامج الفراجين شوف بس بذكركم طيب كتواتو السؤال الخامس كتواتو طيب بسم الله في حال واجهت مشكله كيف تقوم بحلها أول شيء لما يصير عندي أي مشكلة بحب الاعتزال شلون الاعتزال؟ لأنه
مجرد ما صار عفوا اعتزال ولا اعتذار؟ الاعتزال اعتزال يعني تقعد لحالك. تمام. السبب يعني الاعتزال مش معناته تقعد يومين ثلاثة أربعة، لا، لأنه المشاكل لما تصير بتحس إنه الواحد بيفقد وعيه، إنه يعني ممكن يعمل أي تصرف يضره. فلهيك أنا بحب دائما هيك على جنب إني أسكت شوي أفكر شو الصح. لو الصح بيتطلب إني أعمل أي شيء فيه اعتذار فيه أكيد ما رح. يعني أنت ما بتخجل من الاعتذار؟ لا 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 أبدا ما بخجل من الاعتذار، لأنه إذا شيء عملته شيء غلط ما بقدر إني أنام إذا هالشيء هالغلط. لكن هذه المشاكل تستغرق يعني معك وقتا طويلا حتى تحلها ولا بتتجاوزها بسرعة؟ شوف صدق إنه دائما طريق الحق قصير قصير، يعني إنه عادي، يعني بحس إنه أوكي بعتذر أموري تمام وبصلح من حالي بالمرات الجاية، ما بحاول إني أعيد نفس الشغل. طبعا يا جماعة أول شخص تعرفت عليه في المنصة كان المهندس سلام العامر. تذكر أيام مجمع نعم التجاري كنت أنا نازل فضل كل بث مجمع نعم كل طيب بث مجمع هلا في المجمع يا جماعة. طبعا كنا أيام الحظر، كنا أيام الحظر لما نروح نسوي تسجيل حصص كنا طبعا ما تعرفوا بالليل نروح الساعة مثلا سبعة كانوا يسووا حظر لا ثاني يوم الصبح يا فنضطر انه نضلنا نايمين في المنصة هذا. كنا ننزل نريح، كنت انا انزل اقعد انا والمهندس علاء والاستاذ الساعة 12 بالليل الساعة 12 ساعة تنتين يلا ننزل نريح يلا ننزل نريح نعود نطلع نشتغل مع بعض. فكانت ايام صحيح صعبة لكن هي لا تنسى وهي ايام جميلة للغاية. كل بث بده ايام بركة بده يزحك لهم التضحيات والله اني بكافح معاهم. طيب السؤال الخامس عندي؟ انت خلصنا من عندك. ايوه يلا السؤال الخامس يلا اسال. ما بتعرفوش؟ لا والله. بتفرش اسنانك؟ طبعا. هذا مش السؤال. طيب السؤال على المباشر خلي كل المتابعين يعرفوا اسرار. ايوه. متى ناوي تكمل نص دينك يا حبيبي ونفرح فيك وناكل حلو؟ والله وقت ما نلاقي الشخص المناسب. لا هذا من الجواب لو سمحت. لا يعني الجواب. اي انسان بيكون في عنده مخطط تمام؟ طب تسريب حصري يعني انا ايوه تسريبات تسريب حصري يا ريت تكون واضحه تسريبات. اليوم اليوم والله يا جماعه والله اليوم اليوم ايش؟ كنت في البنك فشفت تبعت بتعمل الامور الحساب واشياء زي هيك. ايوه قلت لها انت خاطبه يعني عجبتك تبعت البنك؟ والله تخيل مباشره حلو يعني يعني في يعني يعني ما وافقت طلعت خاطبه شو اسمه لا الله يعني انت حاطط في بالك إيه بس بدك يكون اختيارك صح مش هذا. طيب شو المواصفات اللي ببالك؟ شو المواصفات؟ إيه ذكية؟ هذا السؤال مش مني منه. أيوة. إيه أهم إيش نصنفهم؟ أهم شغلة تكون خفيف الدم. تمام. إيه ذكية؟ يعني يعتمد عليها. نعم. الجمال مقياس عندك؟ نص يعني عادي وسط وطالع مني. الجمال مقياس عندك؟ مهم الجمال طبعا. حلو. بس نص وسط الشباب. والله يا جماعه والله يا جماعه بعد هاي الفقره والله جاوبت لك ألف جواب. انا 17 جواب جواب يعني حرام ما ضلش والله 17 هو خمس اسئله عميقات انا 17 سؤال من تفضل حبيبي تفضل هاي اكلت منها بتبدلها ولا في قوانين لا معينه انا اللي بعطيك اياه. طب يلا ماشي خلاص سامحنا شو مشكله يلا. طيب الفقره الثانيه اسمها فقره الفانوس السحري. فقره الفانوس السحري السؤال الاول طلع لك الفانوس السحري وقال لك ثلاث امنيات تفضل. طلع لك الفانوس السحري وقال لك معك ثلاث امنيات بدي اياك تعيش في عالم الخيال. الان هو فانوس خيال يعني مش موجود في الحياه لذلك بديش تعطيني امنيات قابل للتطبيق على ارض الواقع. ايش طحب خيالك واعطيني ثلاث امنيات تفضل. اول امنيه بالقريب العاجل اروح للحج هاي اول امنيه. تمام. ثاني امنيه التقي بعيلتي. تلتقي بعيلتك ان شاء الله الله كريم يا رب. ادعوا لنا وادعوا للاستاذ سلام انه يلتقي بعيلته باقرب وقت ممكن ان شاء الله ان ربنا ييسر. ثالث امنيه لحبايبنا واللي معنا على البث انه دائما هيك يعني مش هي امنيه هي تحققت جزء منها كبير انه دائما يعني هيك تفرحونا بشيء تام يعني دائما. شلون بدي اقول لك يعني انا بحب اللي بيكون عندي انه دائما يكون متميز يعني متميزين نعم. فانا بحب انه دائما يكونوا من الاوائل وهيك يفرحوني بهالتوجيه انه اسمع اسمائهم او اشوفها على التلفزيون هم من اول المملكه. رائع نعم. رائع نعم اشكرك اشكرك. الان نفس الثلاث امنيات توجهت لك طبعا هذه الفقره يعني متابعني انستغرام بحضر ستوريات انا من كم يوم تحديدا الجمعه الماضي حتى في امنياته سوشيال ميديا يا الله الله يا زلمه الجمعه الماضي طلعت وصرحت رسميا ان الحمد لله كنت حاطط قائمه من الامنيات انا حققتها كلها. طيب فكان عندي ثلاث سيئات عادات سيئه حابب اتخلص منها. انك تروح على نادي رياضي لا التبذير أوقف تبذير انت يعني انت ما تصرف ما تصرف انت صار لازم تعرف شو بتصرف عليه. هاي عادي سيئه انا مش شايف انه التصرف بصراحه. شو اسمه بدك تحوش في البيت اذا ماي كاس مي كاس عصير مش جايبينه جماعه هذا زلمه كاس عصير والله كاس عصير ولا كاس عصير مش جايبينه والله معاه والله ما بيحكي لحد قديش معاه لرات والله اسمع فالصرف
ايوه الاكل الجاهز. لو اني مش مقتنع في اول واحده ايش ثاني سم صار عليها شوف شو غلطات. وايش ايش الثانيه ايش الثانيه حكيت اني اهتم ما اكل الاكل من برا. ما تاكل الجانك فود بالمره والفاست ميل زي ما بدناش هي اليوم اكلت بس انا فاضي. طيب تمام. والشغله الثالثه يعني شوف الناس ايش حكيت في عندي رياضه. انت قلت انا بدي التزم نادي رياضه. لا لا هاي مش هاي اوكي هذا مش امنيه هاي احنا قلنا لكم امنيه. اسمع بصراحه هذا بايدي شغله اني انا مبكر واصحى بكير. لا هاي مش امنيه هاي بتقدر تحققها. لا والله صعبه ما بعرف انا حسيت انك بعيد بصراحه عن موضوع الامنيات في جوال. طبعا تحقيق امنيات خيالية. انا امنيتي اقول لك نفسي اصير سوبرمان. يا هيك الامنيات يا ملك سوبرمان اقوى واحد اي واحد بشوفه نفسي والله العظيم يا جماعة. والله ما هو تطبيل نفسي احرر القدس ان شاء الله يا رب انك اي واحده سوبرمان وتحقق نفسي الصحه عند اهلي خصوصا تكون موجوده دائما ان شاء الله. والشغله الثالثه نفسي يصير عندنا ثقافه اهتمام بالحيوان زي ما بنهتم بالانسان. انت ما شاء الله عليك ما انت هيك عندك مربي نص بس لا ما هو لازم يعني هاي اذا بدك امنيات. نعم طيب نفس الفانوس السحري طلع لك الاجابه على السريع. نفس الفانوس السحري طلع لك وقال لك يخرب بيت الفانوس. الفانوس حلو هذا راح يجي الفانوس السحري يا فانوس صب لنا عصير صب لنا عصير يا فانوس. عزيز مسكت الفانوس حكيته طلع لك المارد قال لك شبيك لبيك هي صب لنا عصير جا جا شوف صب لنا عصير والله تملى والله يشوف ليش والله تملى والله انا شفت ريق الله يسامحك. طيب بس كيف بدنا نكمل ما فيش مصادر سوائل المارد السحري موجود. حكينا الفانوس وطلعنا الفانوس وقال شو بدك قول رجيل العصير. طيب قال لك يا سيدي العزيز يحق لك ان تكون شخصيه معروفه لمده 24 ساعه فمن تختار ان تكون؟ طبعا هاي شخصيه انت بدك تعرف شو بدك تختار شخصيه عشان تحقق من خلالها اشياء انت نفسك تحققها. تمام لحظات شوي انا بدي اكون وزير التربيه مشان الغي نص المواد. بده يصير وزير التربيه والتعليم في الاردن عشان يغير نص المواد بس توجيه. شو رايكم بالله شو رايكم والله 24 ساعه والله غير الطلاب يتجلوا عليك على قرارات بس بدها طب قرارات هاي ممتازه وجريئه جدا نلغي نفس الفانوس طلع حكيت وطلع لك المارد قال لك ايش بدك مشان الله والله اكل من يلاقي قال لك يا سيدي شخصيه برضو اختار لك شخصيه عربيه وشخصيه اجنبيه واحده. تمام واحده هو انا بعطيك ايه بالعكس شيء اضافي خيارات. يا سيدي يلا لك ومش لي تمام يا جماعه. اول شيء لو اجنبين إيلون ماسك حاليا. مين إيلون ماسك اذا متبع اللي اشترى تويتر و ولو تسلا ولو هيك حاب يعني اشوف كيف يتحكم مليون موظف مثلا يعني عندي فكره هي حاب اعيش يومه. حلو السؤال صح قوي هو السؤال لا بس الاجابه القويه بصراحه قصف جبهتي طام بوم قصف جبهات اذا سالك احد سيبنا منه يا زلمه والشخصيه العربيه تامر حسني بحب اشوف كيف المشاهير اجواء حفله فانزات يا اخي انت بتضعف قدام الكاميرات وعلى المسارح هاي والله وقع لي ما وقع لي تصور معي وقع لي بروح البيت وقع له عادي مش مشكله. الآن أشكركم جميعا على فقرة الفانوس السحري وننتقل بشكل سريع إلى فقرة نعم أو لا. سوف نطرح أسئلة على كلا الطرفين ولا يحق لك الجواب إلا بنعم أو لا وبدون أي تبرير. أيوة. جاهزين؟ مالك بالعطريقك؟ عشرة أني ساكت عشرة حطي جواب نعم أو لا. السؤال الأول المال والشهرة مقابل العائلة والأصدقاء نعم أو لا وبدون أي تفاصيل. نعيده المال اللي والله انا والله العظيم منك والله المال والله العظيم عكت معك مش عارف شو بدك تحكي اسمع عصير لا لا اسمع انت العجقت هاي الاسئله انا بجيبها والله بليس بقول خلاص لما تجيبها ما تفكرش لا جاوب لاني انا راح اجاوب هذا السؤال بدي اطرحه. لا لا المال والشهره مقابل العائله والاصدقاء. لا تستغني عن المال والشهره مقابل العائله والاصدقاء يا علاء ولا لا؟ العيله اساس الفرحه ايه هذا بيفهم بدور انا بدك جاوب بستغني عن المال والشهره لاجل العائله. انا قلت جاوب لو سمحت جواب انت وش العالم انت وش العالم بقول لك بتجاوب نعم او لا على هوا السؤال اللي انا بحكي لك اياه. انا قلت لك المال والشهره مقابل العائله والاصدقاء. لا خلاص اسكت ما تحكيش فاهمك ترضيه والله فاهم بيها انت قلت لا صح انت قلت لا والله لو حدا يسالني السؤال هذا والله غلط لك اكبر كذاب والله غلط لك اكبر كذاب ان شاء الله ما تطلعش انت كذاب والله لازم جبنا جهاز فحص الكذب يا جماعه كان متت من اول حلقه. طيب جمله رقم 2 مقابل انك تحكي نعم او لا
عندي قناعة تامة بما وصلت إليه ولا أرغب بالمزيد، نعم أو لا؟ لا. يعني أنت ما عندك قناعة في اللي وصلت له ولا وترغب بالمزيد؟ نعم. طيب بعد بطلع شيء كثير. نفس الجملة رقم 2، عندي قناعة تامة بما وصلت إليه ولا أرغب بالمزيد. طب على فكرة أسئلتك هي عميقة أكثر من اللي قبل، يعني هاي لازمها تفسير. أنا مقتنع باللي وصلت له ولازم أظل مقتنع أكثر أكثر، لازم أعمل أهداف جديدة. يعني أنت مقتنع؟ نعم. آه بس لازم. هو أصلاً أنا بصعب الجمل. ليش؟ لأنها تحتمل التنتين مع بعض. هاي. يعني أنت بتقدر تحكي نعم ولا في نفس الوقت. هاي. أنت هون أصلاً هاي درجة. ليش عليش جاوب؟ ببعرفش. إيه انت انت وصلت ورضيت وما بدك إيه نعم او لا؟ رضيت بس لازم تعمل اهداف جديدة عشان تكمل. ما جاوب هيك جواب يا جماعة. والله العظيم ما جاوبت. يعني نعم رضيت. لا ترغب بالمزيد. مزيد الانسان اذا ما رغب بالمزيد من تحت. حبيبي هذا السؤال انا هيك. طيب معناته هذا السؤال جواب واضح لا. طيب خلاص يعني انت المقصود انه لا يوجد عندك قناعة تامة بما وصلت اليه وترغب بالمزيد. نعم وانا زيك. يعني حققنا الجزء ومستمرين. انا بصراحة زيك، انا لا اقتنع باللي انا وصلت له، دائما ارغب بالمزيد. جملة رقم 3، أستاذ سلام. بسم الله. أنا قدوة لمن حولي، نعم أو لا؟ نعم. أنا قدوة لمن حولي، يعني نعم. إذا الناس شافوني لو قلدوا طبايعي أنا بفتخر في هذا الكلام أو لا؟ نوعا ما، نوعا ما، نعم. طيب. إن شاء الله الواحد الإجابة خليها تكون almost yes. طيب ماشي. انت انا بس عارف الاجابه وقت ما بدك تخش الاجابه مستقيم. يا شو هالمقدمه؟ قوموا لنا جيبوا لنا جرس. مش بدنا نقول almost، بنقول sometimes. ها sometimes سبعة تايل احيانا، يعني احيانا في مواضيع انا بحب يتبعوني فيها بالدراسه وهيك والطريقه، بس باشياء ثانيه ممكن ما تناسب. والله اذا بتكذب الا دير بالك هذا الضوء بلش يرمش جماعه، بلش الضوء يرمش يا جماعه. انا مش متوتر. هل انت قدوة لمن حولك؟ يعني الطلاب اللي بيشوفوك، الفئات هاي الفئات العمرية اللي احنا بنحكي قاعدين ممكن من 10 سنوات لغاية 18 20 سنة، هذول يقلدوك ولا ما يقلدوك؟ والله لو قلدوا وسمعوا الكلام اللي تكون حياتهم احسن يعني باذن الله. يعني انت بتشجعهم انهم يقلدوك يمشوا على طريقك؟ كل شيء بتشوفوه قلدوا. طيب الجملة رقم 4، نعم او لا؟ انا واضح بس ما تجاوبش، خليني انا افسر عشان انت تعرف شو انا قاعد بحكي لك اياه. أنا شخص واضح مع الآخرين ولا أخفي مشاعري، بمعنى آخر أنا لست منافقاً، نعم أو لا؟ هذا السؤال فعلاً أنا لما قلتكم بدي أجهز هذا السؤال والجملة هاي فعلاً إنها حراقة. ليش؟ لا صدق يعني كشخص منافق مثلاً، هسا في ناس ما تعرفش يعني شخص منافق. الشخص المنافق هو الذي يقول أشياء ويفعل أشياء أخرى تماماً، تمام؟ يعني بيقول انا زلمه مثلا ملتزم وبروح وهذا، وهو بعيد كل البعد عن هذا الكلام. هذا بيكون بسموه عنده اللي هو هيبوكراسي، اللي هو النفاق. طيب فهل انت هذا الشخص، هل انت واضح مع الاخرين ولا تخفي مشاعرك؟ هل انت واضح مع الاخرين وما بتخبي مشاعرك؟ اذا قلت انت واضح ما عندك نفاق، اذا قلت لا بيكون عندك نفاق. يعني خلينا نحكي انه انا واضح بكل شيء، نعم كل شيء بحكيه بكون واضح فيه، يعني من البدايه بحدد انه للي قدامي كيف يمشي معي. ما بحب اني مثلا اغري بشيء ويصير شيء ثاني، تمام؟ وبحاول التزم قدر الامكان. اذا بتكره ممكن شخص اني اخل ممكن، اذا بتكره شخص لكن ما بخل الا نتيجه سبب. اذا بتكره شخص بتحكي له انا بكرهك ولا بتبعد عنه وتتلافاه؟ ببعد عنه وبتتلافاه. نفس السؤال قبل ما انت تجاوب، انا بعرف انه شخصيتك مختلفه تماما وانت عندك صراحه لدرجه بديش اكمل، يعني ما تستحيش، تمام جدا. اذا في شخص ما بتحبه انا عارف شو الجواب، لاني انا بصراحه بقوله. يعني جربت الشغلات هاي معك كثير. يا ما انا قعدت معه وقال لي انا مش طايقك بكره، تمام؟ فاذا انت ما بتحبش واحد عندك استعداد بقوله. انك تجرحه بمقابل انك ما تخبيش مشاعر. شوف حاول، في عندي قاعده في الحياه بحكي لك، الكلام بالوجه نصيحه، الكلام بالعلن فضيحه. انا ما بحاول اكسره. حلو لا بس ببهدله بينه وبينه. يعني انت زي من راعي مشاعر، ببهدله بس من راعي مشاعر. يعني زعلت من عصام بتقول انا زعلت منك مباشره، في ناس بتخبي في ناس بتتضايق، انما هو طيب. الان جماعتي في طبعا البث مش راح يكون ويستمر في فتره زمنيه اطول من ذلك، لكن في النهايه راح نوصل لفقره السؤال المباشر. الان الخصمين فلتلبسوا القفازات الملاكمه ولتستعدوا لجوله النهائيه.
طيب الجولة اللي بلشوا يرموا على بعض يا جماعة، الجولة النهائية، يحق لك أن تطرح لي سؤالا فليكن سؤالا قاسيا، لأنه هو مش راح يرحمك، أنت سؤال وهو راح يطرح عليك سؤال. مين حابب يبلش بالسؤال؟ عشان تشوفوا أني أنا كنت كثير يعني حنين عليكم. شوفوا أنتوا أسئلتكم مع بعض، أنا ما إلي فيكم. تفضل يلا. أنا راح أكون سؤال قوي وواضح وصريح، وبدي ألدغه بالمكان الحساس صراحة، يعني هي فرصة. دير بالك، كنت حابب تيجي ببرنامج الأستاذ عصام دردشة خميس ولا جيت غصب عنك؟ أيوه كيف؟ أجاوبه بصراحة، والله عندي شغل جيت غصب عني. لا مش كنت، لا أنا بصراحة كنت أتمنى أنه يكون البرنامج بوقت يعني بعيدا عن الامتحانات. نعم بعيدا، يعني هاي انا بصراحه. اما كموضوع برنامج وكاهداف برنامج، هي اكيد يعني بشجع عليها، خاصه بالفترات اللي نحكي فيها فراغات، يعني زي مثلا الصيف، زي مثلا الفترات ما بين الامتحانات، يعني مش مثلا يكون عندنا فتره امتحانات يكون مثلا برنامج، لكن يعني كصيغه برنامج انا حابها. نعم سؤالك. كيف السؤال؟ رفعت حضارتك بالسؤال. بالعكس أنا خليتني إني أفكر. يا باطل يا باطل يا باطل. مهم الجواب. طيب جاوبك. يعني دبر حاله. ترحموش. سيد سلام بظلنا أصغر منا. أفضحوا. بظلنا أصغر منا. أفضحوا. يا ريت يكون السؤال فعليا جماعة بيحضرونا بدهم أسرار، يعني أعطيني سؤال. بظلنا أصغر منك. أبوك صغير. سؤال بدي أعطيك إياه من ضمن باعتبار هذا. كم هي ثروتك؟ كم راتبك؟ طيب اوكي، ليش رحت على البنك؟ هاي شغله، شغله ثانيه، شفت بنت؟ ليش شفت بنت؟ لا وسالها انت متخاطبه ولا متجوزه؟ طيب شو خليت لنا لكام؟ ليش ضربت سؤالك انه عجزت انا عن احطه؟ والله ما خطر على بالي، بس فعلا عن جد يعني ما بحكي يا اخي. اعطيني ارميله ارميله، ارمي ابدا، يعني بطنه يسر، خذ اشرب بلا تشربها كلها غير ضروريك ناشف. مرض جاوبني وانا على جنب. طبعا اسمع، طبعا احنا بدنا رصيده في البنك اللي داخل الاردن، يعني ارصد اللي برا الاردن ما يحكيش. سامحينه بس سويسرا، مسامحه المصاريف حولهم بسويسرا. لا قد طبعا بدي اخمن، خلينا اخمن معلش. كل مصاريف بسويسرا يا اخي، بدي اخمن. هل رصيدك يتجاوز ال 20000 دينار اردني الان حاليا في البنك؟ ايوه. بدناش احنا، انا ما بدي اتكلم في رقم ثابت عشان نكون يعني، هل ومفيش حدا بيحسد طبعا. شوف لحيته خلص اكثر من 20. هل تجاوز 20؟ ما راح اجاوب بعد كل المصاريف اللي صرفتها والتلفونات والحبطرشنات. قديش مصاري بيوم وليله؟ يا اما بتنط بالسماء يا اما بتوقع بالارض، بعرف السسه. هسه انا ما هي ارزاق، ما بتتحكمش. اعطينا الصافي، اعطينا الصافي. هسه هسه بدك اكثر قبل السؤال واللي بعد السؤال عشان ايوه. شوفوا شو بحكي لنا. لا بدي انا بدي احكي لكم شغله، ايلون ماسك اللي حكى عنه، فوتوا على جوجل وشوفوا لي شو. اذا تويتر اللي اشتراه ب 43 مليار. هل عندكم علم انه ريال مدريد مع برشلونه مع يوفنتوس مع ليفربول مع مانشستر يونايتد 16 نادي سعرهم لا يتجاوز 43 مليار؟ معناته ال 43 مليار، خلينا احكي لكم، هي ميزانيات دول. فقاعد تحكي لي لا انت فعليا هو من اول ما بلش يتجاوب، من اول ما بلش يتجاوب عن اشخاص بيتكلم قاعد عن اثرياء. فمعناته الزلمه قاعد بيرسم، معناته في عنده بدايات. صح، هاي البدايات. نرجع لسؤالك، ايش سالته؟ قديش ايش بده ينسيك؟ انا ما راح اجاوب باي ترم. بدكش تجاوب، في عليك حكم. هسه في حكم، في حكم بدك تجاوب. ما في والله. هسه بدك قبل كم يوم، اسمع، بدك تجاوب ولا اجيب لك قرن فلفل حار تاكله قدام الناس؟ هسه بدي اوصي، هسه بنزل التليفون بجيب قرن فلفل حار. لا بسيطه، يلا. انا بشرب دواء ممنوع تاكل اشياء حاره فيه. بدك تجاوب ولا لا؟ بس حتى اي سؤال بشكل انا سامحته، بس هو ما سمعه. ما فيش هو اللي سامح. رمينا الاسئله يا زلمه، يا زلمة والله بيعلم بلد. شوف أنا جاوبت، قبل كم يوم على إنستغرام هذا السؤال، وتمنيت إني ما جاوبت. أنا ما شفتوش ولا بعرف. لا خلاص يلا نحكي. تمنيت لأنه الناس مش منك ولا منه، بشكل عام الناس تيجي تحكي لك
عمصوا الطعم بس بتقول لك يا عم احنا مش جايين ناكل ليش يعني زيك يعني مراعاه لشعور البشر يعني وبصراحه اقنعني يعني عشان انا اعطيكم الاخر الزلمه تقريبا يعني عدى 50,000 بس ما بدوش يحكي ماشي وال 70,000 مره طيب يعني شويه حبيبي ده هي الارزاق يا زلمه انا اليوم صرت صاحبك اكثر من اول بعد ما عرفت الاسرار يعني ان شاء الله في اليوم طلعه راح على حسابي والله ما بتدفع قد قد اضبطك الليله طلعه وعرفك على ناس والله غير كيف عليهم قروض بس خليك لا علاش عليهم قروض طيب والله الا ولدي بس انت الكاميرا والله تكون الاردن تسمع بخبر والله يا جماعه عن جد احنا كثير كنا سعداء قلت لكم اليوم بالليل بدنا نشرب على البيت اسمع انا بس انا عشان حلاوه البرنامج حلاوه الفقره اسال سؤال ثاني كله لها يعني بدك تسال سؤال ثاني اسال سؤال قد ما يكون محرج لها اي ادور لك على خلاص ما فيش عندك اسالك انا اسالك انا بس منطقي يعني الواحد يقول والله جاوب والله اشي حصري طيب بسم الله الرحمن الرحيم حلو انت حاليا ما بتدخن لا هل عمرك دخنت في السر لا والدخان ولا ارجلت في السر كنت ارجل وبطلت بيعرفوا اهلك بعض الكلام بيعرفوا والله انه رائع يعني بصراحه كنت ارجل وبطلت قوي قوي يعني بطلت بسهوله كان مش طيب. يا سيدي الحمد لله رب العالمين في كلمات حابين تضيفوها اي شيء افكار قبل ما نختم برنامجنا لهذه السهره الجميله بحب دائما يعني انه دائما يعني اللي كانوا معنا على البث اول شيء يعطيكم الف عافيه مهما كان العدد مهما ما تروحوش ما تروحوش في شغله بدي احكي لكم عنها هسه هدفنا دائما انه نلتقي فيكم انه ما تحسونا انه بس مجرد مدرس وانا والله بتشوفني من وراء منصه ويعني هالجمود وهالكذا لا حبينا نكسر معكم الحاجز تشوفونا بطبيعتنا تشوفونا كيف نحن بنتعامل كاخوه تمام نعم. فانا بشكركم على وجودكم وان شاء الله الايام الجايه بنلتقي فيكم انتم كطلاب يعني انا شخصيا بحب انه دائما انه اتحاور مع طالبي تمام مع اخوي خليني احكي تمام مع اختي مش بسميهم حتى طلاب لانه بالنتيجه يعني كبرنا او صغرنا او شيء بيوم من الايام رح نلتقي كاصدقاء نعم مش صحيح. كمدرس نعم. وكطالب نعم الله يعطيكم الف عافيه اضافه من عندك شو اسمه الحياه بتتغير لك بيوم وليله ما تسمع لحدا انت لسه بتفكر في السؤال ما هيني قاعد احكي شو اسمه شو والله مدخل والله لسه بفكر في السؤال والله شو اسمه يا جماعه اشتغل علق. حتى لو بتلاقيش نتيجه اشتغل لانه الحياه بدون شغل على الفاضي بس والله ما فهمت ولا شيء بالاخر بس شوي يا جماعه عندي الغلطه والله العظيم طيب جماعتي في نهايه البث بس بدنا نحكي شغله رح ننزل ان شاء الله تعالى تصويت على مجموعه طلاب الاستاذ عصام الشرواتي يوم غد ان شاء الله تعالى بعد صلاه الظهر او بعد صلاه الجمعه عشان تصوتوا مين حابين نستضيف في برنامج دردشه خميس للاسبوع القادم طبعا سعدنا جدا بصحبتكم واللقاء يطول واكيد ما في ملل نهائيا ان شاء الله نتمنى انكم تكونوا انبسطتوا كثير في هذه السهره ولما نشوفكم في السهرات والدردشات القادمه نتمنى لكم اطيب الاوقات وتصبحون على الف خير السلام عليكم لسه باول سهره هم شو بدنا اسكت يا زلمه